بصي دلوقتي سيف ايجيبت مشروع بيدعم الاطفال وبيساعدهم في حاجات كتير، انا عايزاك انت بقى تحكي لنا اكتر عن التفاصيل دي. احنا بمنتهى البساطه لما فكرنا فيه، وده طبعا لما بفتكر السنين مش بصدق ان احنا بقى لنا 11 سنه شغالين. احنا عندنا مثلث الامل، مثلث الامل بيستهدف الاطفال والمراهقين، الاهالي ومقدمي الرعايه والمجتمع كله. فهتلاقي كل برنامج من البرامج اللي موجوده عندنا الفئات اللي بتشتغل مع الاطفال او الاطفال نفسهم ليهم بروجرام بتاعهم. فمثلا ممكن تلاقي للنانيز اللي في مدارس في الحمامات ليهم برنامج توعيه، الاهالي طبعا ليهم برنامج توعيه، مقدمي الرعايه باي شكل اشكال، المدربين، السواقين، المدرسين، اللي حتى السوشيال وركرز في المدارس ليهم برنامج توعيه. بس كمان احنا المختلف اللي قررنا نعمله، ما نستناش الاطفال تكبر وتتعلم قضايا كتيره يمكن احنا اتعلمناها في جيلنا عن كبر، لكن من وهم صغيرين قوي 3 سنين يقدروا يجوا ياخدوا البروجرام بتاعنا، لان هم 9 بروجرامز، فيقدروا ياخدوا برنامج من البرامج التسعه اللي موجودين حتى لو سنهم من اول 3 سنين. حلو قوي. طب انا ملاحظه كده ان في كتاب اسمه انا غالي. ايوه. ده ايه بقى قصته؟ ده اول بيبي. بصي بمنتهى الاختصار، من 9 سنين لقينا ان قضيه التحرش الجنسي قضيه مهمه قوي ويمكن بنخجل نتكلم عنها. فكتاب انا غالي بمنتهى البساطه هدفه انه يوصل لايدين الاهالي ومقدمي الرعايه عشان هم كمان يساعدوا في نشر الوعي، يقدروا يحضروا عندنا تدريب انا غالي اللي من سن 3 سنين ل 18 سنه بس. كمان في خلال الكتاب بنعدي على حاجات كتيره جدا مهمه ليها علاقه بالامان وبالحدود. بنقول له حته انك عندك عينين ومناخير وودان، بس بنقول له عندك مناطق ليها احترام خاص، مش عيب ومش حرام. لانه بصراحه الجيل ده محتاج يتسمع ومحتاج سكه حوار ما بيننا وما بينه عشان يقول لنا الحاجات اللي يمكن الكوارث اللي بيسمعها في المدارس او في النوادي او من اصحابه. فلو انا فتحت الموضوع معاه وكلمت عن ان هو مهم وليه قيمه، ومره واحد يا ماما في المدرسه قال لي تعالى معايا الحمام بس انا افتكرت كلامك وقلت له كده غلط هقول لا، هو ده التمكين، بنسميه empowerment يا شريف. صح. وده الحل وده الامان. صح. ان هو يعرف المعلومه مطرح ما هو موجود ويقدر يتصرف. وخلي بالك احنا قصدنا نبقى بنحكي قصه حوالين قصه سيف، لان الناس بتتعامل انه بيحصل لسلمى بس نادرا ما بيقتنعوا انه بيحصل لسيف، عشان كده عملنا الكتاب يدور احداثه حوالين سيف وسلمى انفولد في الكتاب بشكل او باخر. طبعا مهم جدا برضو انت تقدري توصلي للاولاد بطريقتهم من خلال طبعا كتاب زي ده بعقليتهم، ان برضو ممكن الناس تبقى متخيله انا هتكلم مع ابني او بنتي بس في كلمات او مصطلحات هم ممكن ما يكونوش مدركينها او فاهمينها، يتخضوا ما يفهموش ما فيش يتصرفوا، فيبتدوا يبعدوا اكتر واكتر من اهلهم، وده اللي احنا مش عايزينه. احنا عايزينهم يقربوا لنا عشان يبقوا حاسين ان لو في اي حاجه يقدروا يتكلموا معانا فيها برضو، وعشان احنا اول ناس هنساعدهم. ودي المشكله في التحرش الجنسي بالذات لو سريعا كده، هي دي الحاجه اللي بيخاف الطفل يحكيها لي لانه خايف من رد فعلي. بالظبط. لو عرفنا نفتح سكه حوار ما بين ماما. أيوة. وبابا والولاد والبنات، خلاص انا مفيش حاجه تخوفني. حتى لو حد جه وضحك عليا وقال لي ماما وبابا مش هيصدقوك، لا، ماما وبابا اتكلموا معايا وقالوا لي احنا هنصدقك واحكي لنا اي حاجه، فبالتالي بنطمن ان احنا نقول لهم، بنطمن ان احنا نحكي لهم، فبالتالي خلاص انا مش شايل هم حاجه.